امر اخر، احنا لعبنا كام بطوله في الطايره؟ لعبنا 8 بطولات في الكره الطائره. بتقول كام يا عم اسلام؟ السنه دي لعبنا 8 بطولات في الكره الطائره، 4 رجال و4 سيدات. طيب كم بطوله فاز بيها النادي الاهلي في الاربع بطولات للرجال؟ حد يجاوب. 4 بطولات، 4 من 4 في الرجال. طيب اتبقى 4 بطولات اخرى للسيدات، كم بطوله فاز بيها النادي الاهلي 3 بطولات من 4؟ إذن النتيجة في الكرة الطائرة رجال وسيدات ما بين الأهلي ومنافسه التقليدي نادي الزمالك، النتيجة 7-1. امبارح اللي اتفرج على المباراة الأهلي كان الأقرب للقب، ولكن هي دي الرياضة وهي دي المنافسة. أنا بصراحة لما تشوف الماتش، ماتش حلو، ماتش حلو ما بين الفريقين. الأهلي أفضل بكتير من وجهة نظري، يعني أنا هتكلم عن وجهة نظري في الطايرة اللي الواحد يعني اتكلمت فيها مع ناس خبراء كتير في هذا الأمر. الأهلي أفضل فنيا بكتير جدا من نادي الزمالك، وأفضل فنيا من أي نادي في مصر، ولكن بناتنا امبارح مع مدربهم كان في أخطاء بتحصل في الرياضة. يا جماعة الأهلي الموسم ده محقق في الطايرة رجال وسيدات 7 بطولات من 8، النتيجة 7-1 مش 6-1، 7-1. أهم ما يميز قطاع الألعاب الأخرى في النادي الأهلي هو تصحيح الأخطاء كل موسم. مرة كان معايا دكتور محمد شوقي على التليفون، وقلت دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، وسالته قلت له يا دكتور شوقي احنا خدنا 25 بطوله من 30 بطوله بتفكروا في ايه؟ يعني الف مبروك وبتاع. قال لي طبعا الف مبروك وشكرا وكذا وكل حاجه، ولكن احنا هنفكر ليه خسرنا ال5 بطولات اللي فاضله. اعتقد ان المسؤولين عن الالعاب الاخرى ومدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي هيفكر هو ليه خسر هذه البطوله. تخيلوا حضراتكم 17 لقب على مستوى ألعاب الصالات، ولقب وحيد لنادي الزمالك ما بين النادي الأهلي والنادي، إذا كانت هناك مقارنة يعني ما بين الأهلي والزمالك، ف17 لقب للنادي الأهلي في ألعاب الصالات ولقب وحيد لنادي الزمالك. ممكن أقعد أسرد لحضراتكم الألعاب و عدد البطولات اللي خدها، ولكن لعبت النادي الأهلي، ولكن أنا ما بحبش أعمل كده. إن شاء الله في نهاية الموسم ربنا يكرمنا ونقول لحضراتكم موسم ألعاب الصالات كان عامل إزاي في هذا الموسم، لإن شاء الله كلها أقل من شهر إن شاء الله وتنتهي كل هذه الأمور، ونقعد بقى نعد مع حضراتكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وكل هذه الأمور.